ايه العمايل اللي انت عملتيها دي؟ عملت ايه؟ الكلام اللي انت قلتيه للصحفيين ده. انا الكلام اللي قلته ما كنتش اقصد بيه بس الصحفيين، كنت اقصد بيه ناس كتير موجودين واللي مش موجودين. كنت عايزه اسرب الخبر. سبب قلتي لي وانا رفضت وقلت لك لا. بتحطيني قدام الامر الواقع ولا ايه؟ لا، انا بحميك يا هاشم، وبحمي نفسي، وبحمي كل اللي وصلنا. بحميكي وبحمي البلد دي كلها والناس، مش انت اللي هتحمين. انت عارفة دورك هنا ايه؟ انت مجرد واحدة ست شيك جميلة، تلبسي جنب احمر وحجوب اسود، وتنزلي مرة تفتتحي مستشفى، تروحي دور ايتام، جمعية خيرية، ده كل دورك هنا. بقولك يا هاشم، انا مش جاري عندك في القصر هنا، ولا موظفة من موظفينك اللي تحت ايديك. لازم تفتكر كويس قوي انك لما وصلت للكرسي اللي جوه ده، كتفي كان في كتفك، وصلنا سوا، ولا ايه؟ اللي انت وصلتي له واللي انا وصلت له بسببي انا، عشان الناس انتخبتني انا، وجودك في القصر بسببي انا، وهي كلمة واحدة. اللي حصل ده مش عاوزه يحصل تاني، وإياك تتخبط حدودك. انا الرئيس، عارفة يعني ايه انا الرئيس؟ وجودك هنا عشان انت مراتي، لو ما بقيتيش مراتي مش هيبقى لك وجود في القصر ده. لا 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 لا، فوق يا هاشم. انا على فكره ما بتهددش. شوف انت بتقول ايه وبتقوله لمين. انت بقيت رئيس بسببي انا، ولسه مكمل هنا برضه بسببي انا. اوعى تفتكر ان انت نجحت عشان الانتخابات وبس. الانتخابات دي يا حبيبي لعبة كبيرة قوي، أنا عرفت ألعبها صح ووصلتك لحد هنا. أنت قبل الانتخابات بأسبوعين اتنين بس كنت ولا حاجة. أنا اللي نظمت لك أمورك، أنا اللي اتفقت مع طلعت وفؤاد وكمال إن إحنا ننظم لك أمورك، ورجعتك للمنافسة تاني، وبسم الله ما شاء الله نجحت وبقيت رئيس ووقف قدامي وبتهددني كمان. عارفه لو قلت كلمه زياده هعمل فيك ايه؟ اقسم بالله لو كلمه زياده وحياه ولادي قتلك.
أنا مش هتنازل عن رئاسة الوزراء. كلها مجرد مناصب. وبعدين الإعلام دي وزارة سيادية. بس أنا كده بقى اتنازلت كتير قوي. يا كمال باشا، يعني ما ينفعش تتنازل عشان خاطري. أصحابه حبايب. وبعدين يا سيدي أنا مش هقول لك تعالى ننزل الشارع ونشوف أرضية كل واحد. بس هقول لك إن أنا ممكن أحاول العطاء لفريد حسان. وساعتها نخسر أصوات كتير قوي. ولا يا طلعت باشا؟ رئيس الوزراء هنا زيه زي أي وزير. دي كلها مجرد مناصب. إحنا هنا كلنا شركاء في إدارة الدولة. هنا بتتقسم التقسيمة. وكل واحد بياخد نصيبه. وإنتي ما شاء الله نصيبك قد كده. أنا كل اللي عايزه بالاتفاق مع اللواء طلعت طبعاً حتة قد كده. أنا صبرت عليها كتير جداً. أعتقد جه وقتها وزارة ولا أي حد دريان بيها وملهاش دعوة بالشعب. الثقافة. هاشم عنده أرضية كبيرة بس فؤاد برضو عنده كتير ومن غيره هاشم ممكن يخسر. بس الحكومة لازم تبقى مدنية. الناس مش هتقبل غير كده. الحمد لله مدنية من زمان. أنا آسفة إن الظروف ما سمحتليش إن أشكر حضرتك قبل كده إنك ساعدتني في حل مشكلة سمية ومنة. لا لا الموضوع مش مستاهل. أنا برضو كان لازم أقول لك مبروك. بهجة قال لي ان في مشاكل و مفيش مشاكل ولا حاجه يا عمر. لو عايزه تتكلمي في اي حاجه انا تحت امرك. كل اللي انا عملته علشانه هو لا كاني عملت حاجه. بينكر دوري ووقفتي جنبه في الانتخابات. ما شافش الايام اللي فاتت دي انا عملت ايه عشان احافظ عليه وعلى الكرسي بتاعه. نسي يا عمر. نسي. تمام سيادتك. ايه الجديد؟ بدأنا نسترجع شوية بيانات من على الهارد. بيانات هتوصلنا لشيء مهم ولا هتدوخنا وراها؟ لا إن شاء الله هتوصلنا يا فندم. احنا بس هناخد شوية وقت. لا أنا ما عنديش وقت. الرئيس فاق وأكيد هيسأل عن اللي حصل. لو ما كناش نقدم له حاجه ملموسه يبقى احنا بنهزر ومش شايفين شغلنا. اوعد حضرتك يا فندم هنوصل للنتيجه في اقرب وقت. طيب. بعد اذن سيادتك. اتفضل. ايوه. امتى حصل الكلام ده؟ ازيك يا دكتور؟ احنا كنا متفقين على حاجه وانت قابض التمن. ما هو اللي حصل يا دكتور ان انا اصلا كنت درايف. ايه اللي حصل؟ معرفتش ولا ايه؟ ممكن بس حضرتك تديني فرصة اشرح لك. سمية اغمى عليها. ما كانش ينفع اسيبها. خدتها وديتها المستشفى. هتحكي لي قصة حياتك ولا ايه؟ أنا طلبت منك حاجة وأنت ما نفذتهاش. كان في حاجة ناقصاك؟ يا دكتور بقول لحضرتك ما كانش ينفع اسيبها. أنا بني آدم. ولا اللي عملتك بني آدم. أنت ناسي أنت كنت إيه يالا؟ أنت كنت جاي عايل مقشف من الأرياف. وانا اللي دخلتك الجامعه وصرفت عليك ولما اتخرجت عينتك معيد. لا وايه؟ عينتك كمان مدير تحرير اكبر مجله في البلد. وكنت بتقبض على قلبك مرتب قد كده وجبت لك بيت وعربيه. عارف ده كله ليه؟ عشان تنفذ اللي بطلبه منك. حضرتك بتعايرني يا دكتور. اه ولو ما نفذتش اللي انا بطلبه منك تعتبر نفسك انتهيت. وانت عارف انا ممكن اعمل ايه. خلي بقى انسانيتك تنفعك يا حبيبي. ماشي يا دكتور. استاذ اكرم اتفضل معانا. انتوا مين واتفضل معاكم فين؟ ما تخليناش نستنى معاكم اسبوع تاني. اتفضل.
الحساب ده محمي باكواد معقده قوي. بنك ماليزيا هيسيب حساباته مكشوفه بالسهوله دي؟ ما احنا برضو يا فندم ما بنستخدمش اساليب سهله. تعرف حضرتك احنا من العصر واحنا محمد عايز نتائج، ما تكلمنيش عن انجازاتك قبل ما اعرف الحساب اللي بعت فلوس لربيع ده بتاع مين. انتوا بتستهبلوا ازاي؟ نوجه تبقى عيانه محدش يقول لي، ما ودتوهاش المستشفى ليه؟ بابا ايه دلوقتي؟ خلاص خلاص مش عايزه رغي كتير، انا هبعت لكم حد حالا يوديها المستشفى. مع السلامه. مساء الخير يا هنا. مساء النور. على فكره انا خلاص عرفت غلطتي، اسفه ان انا اربكت لك حساباتك. انا مستعده اعمل اي حاجه تطلبها مني. انا مش جاي عشان كده. امال سيادتك جاي عشان ايه؟ الخلافات اللي حصلت دي وانك تتصرفي بالشكل ده. والله يا سياده اللواء دي مساله شخصيه. مفيش حاجه بتحصل هنا في القصر شخصيه. استقرار البلد من استقرار القصر. وحتى لو في مشاكل شخصيه بنتجاوزها في بعض الاحيان عشان المصلحه العامه. سياده اللواء ارجوك يا هاني اسمعي نصيحتي كويس. ده الوقت اللي الكل بيتجاوز فيه عن مشاكله الشخصيه في سبيل المصلحه العامه. وده الدور اللي انا مستني منك. هاشم ازاي يا مريم؟ عايزة نبطل نقف على الواحدة كل واحد فينا. إذا كنت أنا عملت حاجة كنت شايفة إنها في مصلحتي وفي مصلحتك فأنا آسفة حبيبي، بس من فضلك والنبي بلاش نتكلم مع بعض بالطريقة دي. ممكن؟ ثاني اعمل ايه بعد اللي انت قلتيه وعملتي؟ اللي انا قلته ده كان رد على اللي انت قلتهولي. انا اي نعم قلت كلمتين ملهمش لازمه، بس هي زالت لسان مني. هتعاقبني عشان زالت لسان؟ هاشم انت ما تعرفش المرحله اللي انا عديت بيها. انا ما كنتش بنام من ساعه ما دخلت المستشفى لحد ما خرجت. اكيد ده وصل لك. ينفع في الآخر تبقى مكافئتي منك إنك تقولي تلبسي حلو وتطلعي قدام الناس وشو؟ خلاص 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 يا مريم. أنت كمان اللي عملتيه ما هو مش عين أبدا. أنت تخططيني ودخلتي في سياسة الدولة. أي نعم أنا باخد رأيك في كل حاجة، بشكك في كل حاجة، بس مش بالشكل ده. لا خلاص أنا آسفة، أنا عملت كده عشان كنت خايفة مش أكتر. احنا قلنا إيه؟ طول ما أنت جنبي وأنا جنبك مفيش خوف، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ طمني عليك، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مني؟ اهلا يا كمال، ازيك؟ ايه يا ماما؟ انت كويسة ووشك بيبك من الدم، انت بتدلعي علينا يا نوكا؟ هو يعني لما تدلع شوية في آخر أيام
الهوا اللي في الفندق ده يرد الروح. فندق ايه يا نوجد؟ دي مستشفى. ما دي بقى المستشفيات اللي بنخشها ان يكون عندنا ظهر. بعدين ايه اخر ايام دي؟ ده انت لسه قدامك قد اللي عشتي. طب ايه رايك بقى؟ هدور لك على عريس. يا واد بطل بقى. اعمل لك ايه؟ انت زي الفل ولا تعبانه ولا حاجه؟ مين قال لك ان انا تعبانه يا حمار؟ أنا زي الفل. بعدين هو عزرائيل يعني هيفرق معاه تعب ولا غيره؟ ده عبد المأمور. طب أنا حاسة إن أنا قردة، بس حاسة إنه هيزورني قريب. أنا تعبانة يا رجب، عايزة ارتاح. ادعيلي بالراحة، ادعيلي إنه ياخدني بحنية. شكرا لك. سلامتك يا حسن. عملت لك ايه؟ مش لازم تكوني عملتي له حاجه يا سميه. مهم بالنسبه له المقابل. شفتي؟ شفتي اللي كان هيحصل لك بسبب اللي انت بتعمليه؟ بسبب اللي انا بعمله؟ انا السبب يا كمال؟ ايوه انت السبب، مفيش حد غيرك. تصرفاتك هي اللي وصلتك لكده، وكانت هتوصلنا كلنا الوضع صعب لولا ربنا ستر. لعلمك لولا اللي انت وصلتي له واللي حصل لك واللي انت برضه السبب فيه، كان زمانك دلوقتي في مكان تاني خالص. ها؟ في القصر جنب هاشم. يعني انا اللي غلطانه دلوقتي؟ انا اللي غلطانه؟ طبعا، ما انت عمرك ما هتبقى ضد صاحبك. عمري كله وانا جنبك يا سميه. انا معاكي. انا اكتر حد حاسس بيكي، عشان كده كنت حاطط عيني عليك علشان ما تأذيش نفسك. كفاية بقى، كفاية بقى، انت مش واصي عليا يا كمال. كفاية، انا زهقت، تعبت، مش قادرة استعمل اكتر من كده. بس يا كفاية، يا رب اموت، يا رب اموت علشان كلكم تستريحوا مني. يا رب اموت. معلش يا بابا، معلش يا بابا. بليز يا انكل، لسه دلوقتي منا، خلي بالك منها. انا ماشي، لو احتجت اي حاجه في اي وقت انا موجود. ايه الحكايه يا نوجه؟ يعني عامله فيها بتفيصي وبتضحكي علينا عشان تجمعينا كلنا هنا ولا ايه؟ ما انتم ما بتتجمعوش الا في المصايب. اعمل لكم ايه؟ وانا اللي قلت هتبغدد على حس بنتي مرات رئيس الجمهوريه. اتاريني اتبهدلت وتحقق معايا حاجه قله قيمه؟ مش قلت لكم ما بتتجمعوش الا في المصايب؟ قومي انت بس بالسلامه، واحنا ان شاء الله نتجمع من غير مصايب. طب ما انت حلوه وزي الفل اهو، مخلينا قلقانين عليكي ليه؟ قال يعني جاي عشاني. تصدقي بالله انا اللي غلطانه اني جيت. انا بنتي اولى بيا. هل عايزه تتبع ديتيل؟ مش كفايه النعيم اللي هي عايشه فيه؟
الألوان اللي كنت فاكرة إنها بتخلص وبتطلع في الروح طلعت زي العتعوت، قالوا قاعدين يهزروا كمان. يا ماما حرام عليكي، نوجة فعلا بتطلع في الروح، بس هي يعني متشلقة بالحبة اللي فاضل لها دول. وفي ايه يا ماما؟ انتي ليه بقيتي قاسية قوي كده؟ قاسية؟ أنا بقيت قاسية؟ وأنا عملت ايه بالحنية؟ من ايام ما حنيت ويا ما طبطبت ويا ما دلعت جرالي ايه؟ اتدهست بالجزم. ومن مين؟ من اقرب الناس ليا. بقى يا بنتي دي مش اسمها قسوه، دي جموديه، دي قوه، وانا عايزاكي تبقي قويه وجامده كده، عاوزاكي تبقي زي اختك. على فكره الواد جمال جوزك عاجبني قوي، عارف هو بيعمل ايه وعاوز ايه. بصص لفوق، بصي لفوق زيه، خليكي جامده. قوليلي هو الواد جمال جوزك فين؟ عاوزاه؟ ما اعرفش يا ماما، بيكلمني في التليفون. هو ايه الشغل اللي بينك وبين جمال يا ماما؟ شغل مصالح، ملك الصالح بيها كده. يبقى احنا رسينا على اربع حتت. اربع حتت ايه؟ هو احنا بنبيع مقاطع قماش يا واد انت؟ لا احنا بنبيع نسوان. عيب عيب، ما تتكلمش معايا بالطريقه دي. دول بنات محترمه وهيتجوزوا رجاله محترمه بشرع ربنا. شرع ربنا؟ هو شرع ربنا ان احنا نجيب بنات عندهم 10 سنين نجوزهم لرجاله قد ابهاتهم وتقولي ان ده شرع ربنا؟ ايه يا ابني؟ هو انا قلت لك 10 سنين بالظبط؟ 13 14 تكون البنت منهم نضجت كده وبقت مستويه. ايوه، وبعدين الرجال عاوزين كده، احنا مالنا يعني؟ عاوزين ياخدوهم يكبروهم ويخلوهم بني ادمين وبعدين يعلموهم الدين الصحيح، ايه مشكلتنا احنا؟ الله، وبعدين بنات هيتنغنغوا واحنا كمان هنتنغنغ. اهم حاجه النغنغه. بقول لك ايه؟ انا عاوزاك في موضوع اهم من ده كله. حاجه غير الموضوع ده؟ ايه؟ عاوز اعمل حزب. تعملي حزب؟ حزب. انا اتفقت مع الواد سامح ان احنا نعمل حزب، وعاوزاك طبعا تساعدني في الموضوع ده. ايه بقى؟ هتعليني اعرضه في الحزب بتاعك؟ لا لا تنفعش. انا عاوزه منك تجيب لي شويه عيال من الصيع بتوعك دول، شويه حبشكات كده عشان توقف الحزب على رجليه. ايوه، وتعمل له الدعايه، انت الوحيد اللي تقدر تعمل كده. ازاي بقى؟ وانت ما تعرفش ان الرجاله اللي هيتجوزوا البنات دول هم اللي هيمولوا الحزب؟ لا والله. والله، وكده نبقى جملناهم واستفدنا. انا استفدت وانت استفدت. ويا ترى بقى ناويه تسمي الحزب بتاعك ايه؟ الحقيقة ما فكرتش في الحكاية دي، بس أنا كل اللي نفسي فيه إني أعمل حزب وأبقى عضو في البرلمان. أيوة، وليه ما رشحش نفسي في الرئاسة؟ هو أنا أقل منهم في إيه؟ وكلهم بيعملوا كده. يا سلام، ويبقى كلنا زي بعض فاست فاست كده. ايه فاست فاست دي بتاعتي؟ يعني وش وش. ربنا يهدي. اسمعوني بقى بنتي يا مريم، خلي بالك من اختك. اختك بتحب، هي بتغيب منك لكن بتحبك، وانتم مالكمش غير بعض. سيبك من امك، امك خلاص
قلبها مات من زمان، مات من اللي العمل فيها، ما بتحبش حد. وانا قلت لك من الاول لو لقيتي الحب امسكي فيه، هي دي الحاجه اللي ناقصاكي. وانت يا رجل خلي بالك من بناتك، ما تضيعهمش من ايديك. وخلي بالك من البت دي، هي دي اللي هتطول عمرك. عايزاكوا لما تفتكروني تضحكوا وتفتكروا اللمة الحلوة دي، مع بعض مش هتهنى بيكي الدرجة دي. أنا ابن كلب فقري النتيجة اللي وصلنا لها خطيرة جدا يا فندم. الحساب طلع باسم شركة الفريد، ودي واحدة من شركات فريد حسان. ما كنتش عارف اني بحبها قوي كده. ساعة ما جات لي وخدمت في حضنها زي ما كل روح رجعت لي تاني، وعرفت قد ايه انا بحب بناتي. ساعة ما شفت مريم ومنال حسيت ان كياني كله اتشقلب. كان نفسي تفضل معايا شوية كمان، كان نفسي نتجمع. هتتجمعوا ان شاء الله وهيفضلوا حواليك، وبعدين منال اهي هتجيب لك عيل تعيش وتتهنى بيه وتهنيه، وبعدين انا هفضل جنبك وفي خدمتك، هامل عليك حياتك ودنيتك زي ما انت مالي عليا حياتي ودنيتي. بس
انا هعمل زي ما انت قلتي لي. كل ما تيجي سيرتك انا هضحك. انت عارفه ان انت كنت الحب الوحيد اللي في حياتي وانا بعدت عنه، بس انا عمري ما نسيته، مش هنساه والله العظيم. تعبانة أوي، تعبانة أوي يا نوجة. أنا عارفة إن أنا اللي اخترت السكة ديت، بس أنا عمالة نزع في نفسي، أنا عمالة أحارب لوحدي يا نوجة، عايزة حد يطبطب عليا. أنا محتاجة حد يطبطب عليا أوي. أنا نفسي أموت زيك، ألاقي حواليا كل الناس اللي بتحبني، بس أنا خايفة أموت لوحدي، خايفة أموت لوحدي يا روحي، خايفة أموت لوحدي.